نتكلم كده ونقول انه حضراتكم هتتابعوا من اليوم وعلى مدى حتى الشهرين اللي جايين، هتتابعوا اشياء كثيره جدا تكتب على مصر وعلى ما يحدث خاصه في الاقتصاد المصري، خصوصا انه من اول الصفقه الكبيره لراس الحكمه وكل العناوين الاوروبيه والاجنبيه والاقتصاديه بالذات المجلات والاقتصاديه المهتمه بالشان الاقتصادي كلها بتشيد بما يحدث الان وما يحدث في مصر. اليوم اشاد بنك مورجان ستانلي بقرارات البنك المركزي الأخيرة، وذلك طبعا بشأن السعر العادل للدولار، مؤكدا أنه تلك القرارات الحقيقة بتمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري. وذكر البنك في تقرير له اليوم أن معظم التحركات اللي اتخذتها الدولة المصرية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة، احنا عارفين طبعا أنه تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات، وطبعا ده قالت عن الإعلان عن كمان قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولي للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس، وده طبعا دي إشادة ببنك مورجان ستانلي. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل من الزميل أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ورئيس قسم الاقتصاد. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا استاذه شبكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم على هذه الاشادات، خصوصا اشاده بنك مورجان ستانلي وما اشاد به من قرارات للمركزي، تفضل. هو الحقيقه طبعا اجراءات مهمه اتخذتها الحكومه المصريه على مدار الفتره الماضيه، وامس اتخذها البنك المركزي برفع سعر الفايده بنسبه 6%، بالاضافه الى طرح شهادات مرتفعه العائد، بالاضافه الى كمان كل الاجراءات المتعلقه بالافراج عن 2 مليار دولار باك لوجز او سلع عالقه في المواني، وشفنا رئيس الوزراء طبعا النهارده بيتم الافراج. بنك مورجان ستانلي واحد من اكبر البنوك العالميه، بيتوقع رفع الكريدت ريتنج او التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ودي بيسموها حاجه في عالم الاستثمار الفيوتشر اوتلوك او النظره المستقبليه. يعني ايه النظره المستقبليه؟ ببساطه شديده هي التوقعات المستقبليه الخاصه بمعدلات نمو هذا الاقتصاد، قدرته على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالتالي بيتوقع هذا البنك العالمي رفع التصنيف الائتماني لمصر، وكمان تعديل النظره المستقبليه الى نظره ايجابيه، لان كل الاجراءات اللي بتتم يا استاذه شفقي في الاصلاح الاقتصادي المصري في مرحلته الثانيه وهي الاصلاح الاقتصادي الهيكلي بيركز على جذب تدفقات استثمار اجنبي مباشر بقيمه سنويه تتراوح ما بين 12 الى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. شفنا صفقات كبيرة الحجم زي صفقة رأس الحكمة وصل 10 مليارات دولار لخزائن البنك المركزي المصري، وستصل خلال المرحلة المقبلة باقي الدفعات، بالإضافة إلى أن صفقات استثمارية كبرى بتعقدها مصر في قطاعات زي الزراعة، زي الصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التحتية، المجالات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو بكل قطاعاته المتنوعة قادر على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وببساطة شديدة علشان السادة المشاهدين، أي استثمار أجنبي مباشر بيجي البلد يعني رؤوس أموال بالعملة الأجنبية، يعني بتدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي بتقوي الدولار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في عملية المرحلة المقبلة وهي توحيد سعر الصرف اللي تم في إجراءات البنك المركزي أمس، وده بيشجع الاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والفلوس ورؤوس الأموال اللي بتضخ بالعملة الأجنبية بتزود حجم الإنتاج من السلع والخدمات، أكيد بتزود معدل نمو الاقتصاد، وبتشغل عمالة أكتر، وبتصدر أكتر، لأن مصر بتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة الصادرات المصرية إلى هدف 145 مليار دولار
في عام 2030 تدريجيا. أكيد إحنا نتمنى كل الخير، وأنا أتوقع الحقيقة بعد كمان يعني التوقيع والاتفاق النهائي مع صندوق النقد أن هيكون في إشادات أكثر وأكثر بما يحدث في الاقتصاد المصري من قرارات على أرض الواقع. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد يعقوب، مدير تحرير اليوم السابع ورئيس قسم الاقتصاد.